الله، ما أجمل العدالة حينما تتحقق، خاصة لما نصل إلى هذه العدالة بجهود الجميع. يعني المشاعر وحدها ليست كافية، الحب وحده ليس كافيا، الناس تعاملوا مع أم تعرضت لهذا الظلم كان عندهم يقين إنها مظلومة، لكن كمان الناس قالت هناخد خطوة، تضامنوا مع الحاجة سعدية. الرأي العام كان أساسيا في هذه القضية، كمان الدوائر السياسية في مصر والدوائر السياسية في السعودية، الدوائر الأمنية في مصر وكذلك في السعودية، والقضائية في مصر وكذلك في السعودية، هذه القضية تصلح لأن تكون نموذجا لكيفية إنقاذ المظلوم، كيفية تحقيق العدالة إذا ما خطط بعض الشياطين لاستغلال رحلة دينية مثل العمرة للإيقاع بسيدة واستخدامها في تهريب المخدرات. قصة لم نتخيلها، لم نتوقعها. كمان كنا بنقول إمتى تنتهي قضية الحاجة سعدية وإمتى ترجع إلى مصر، لأن كمان حتى لو انتهت القضية لكن في خطوات قانونية معقدة في أي دولة، لابد أن تكون هناك خطوات قانونية. الحمد لله بعد 4 أشهر عادت الحاجة سعدية إلى مصر، وهي معانا من المطار إلى استوديو 10 مساء. الحاجة سعدية الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. سعداء جدا بوجودك معانا، وسعداء جدا كمان بان العدالة بتنتصر بهذا الشكل. الحمد لله الحمد لله، انا سعيدة ان انا رجعت بلدي وشفت اهل بلدي، لان انا طبعا انت عارف ان انا كنت مظلومة ومنه لله. انا هتكلم في اول ما رجعتي، عايز احساسك اول ما رجعتي يا حاجة سعدية هنا. ما كنتش مصدقة. كنتش مصدقة ان انا رجعت، لان كنت يعني مش متوقعة ان انا هرجع. احنا يعني كان في بيننا اتصالات بعضها على الهوا وبعضها كنا بنتكلم مع بعض، وكان عندك يعني كنت بتبكي دائما يعني. على طول والله بتبكي بطريقة رهيبة، ولا اكل ولا وهجة من الحتة اللي انا قاعدة فيها، وانزل تحت امشي كده بيت زي الهبل عايزة اروح. الاستاذ ياسر يقول لي طب طولي بالك طولي بالك، هتسمعي خبر حلو، هتسمعي خبر جديد. ده المستشار القانوني في السفارة. بصراحة الله له، الله له في طريقه. يعني هو اللي قام بي، وهو اللي بقى يجري ويضحي ويروح وياجي. ما احنا هنتكلم عن جهود بس خلينا نتكلم بقى بداية القضية. بس قبل ما نتكلم عن بداية القضية تعالوا نشوف رحلة العودة، يعني أول ما وصلت الحاجة سعدية إلى مصر. نشكر ربنا والحمد لله والف الف حمد لله على السلامه يا امه، وتجلي لنا بالف سلامه، واحنا مبسوطين قوي 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 يعني، والحمد لله يعني ان ربنا رجعت لنا بالف سلامه الحمد لله. وبنشكر برضه قناه كريم، فرحه جامده ما بعدها فرحه الحمد لله، ونشكر الله اللي هي جات لنا بالسلامه والحمد لله يا رب. الف الف حمد لله على سلامتك يا امه، نورت الدنيا كلها ونورت قلوبنا ورجعت لنا الضحكه من اول تاني. تعالوا
الله. شوفوا يا جماعة الفرحة بعودة المظلوم، يعني عيد في حد ذاته يعني.